سيليبي اصحى يا سيليبي. سيليبي انا بنت صاحي. صباح الفل يا سيدي الناس. صباح الخير. نوب العواف. الله يعافيك. واحد جسمه مكسر جامد قوي. انا قول يا سيليب. طيب لما ارض معلش الاوضه بس. فداك يا سيليب. كان لزان شويه. فداك يا سيليب. انا قول لي هو اهدي. ايه؟ اهدي يا سيليب. انا ده الدبانه بتاعت العيله الهرسيه اللي تثبت ان انا من عيله هريس من الموروث. ايوه. ماشي. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هقوم اخد الحمام وانت حضر الفطار كده. طب اجيب لك ايه تشق بيه ريقك؟ شق ايه؟ ريقك. والله افطر والله هعمل جريمتين. يا سيدي معلش الاوضه بس اسمها كنز شويه فانا مش واخده على كده. ماشي انا ان كان علي اجيب لك شويه فاكهه يعني بوز. ايه؟ بوز او بانجه. بوز او بانجه؟ يا بنت ام مصعب انت عارفه انت عسل من غير ما نقوم انا عشان ده. يلا قوم وانا هحضر لك شويه فطير على شويه عسل على شويه بيض على شويه جبنه. يا عسل انت يا بنت. على مهلك على مهلك يا سيليب. ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه يا سيدي؟ ما تجيبني يا سيدي. يا بنت انت ما تسيبنيش معايا يا سيدي. يا بنت انت ما تسيبنيش معايا يا سيدي. ايه ده؟ كسفتني يا بنت حمود. تقعد اقعد هنا اقعد ازق برجلي. ازق؟ اسحب ولا ازق؟ ده ازق ولا ازق برجلي. ايوه تقعد تقعد يا بنت. ايوه بلوسه نايلون نايلون على شبه تركات عيلتيها تيها يولاد الحلال. بلوسه نايلون نايلون على شبه تركات الحلوة خوخة جنب بعض دوخة الحلوة خوخة جنب بعض دوخة والليل للعيال يطلب لها بالحال. ايا ابوس بيك. يا جدك ايه يا سليم؟ ده والجبنه دي شفت الهنا والشفي. لازم الواحد يتقوت وهو بياكل. امال ايه؟ مش في مش في مش في بكود. شفت البكود؟ يا سليم بي ده من السقيد اللي بيخبط دلوقتي ده. مش عارفه يا سليب. هاتلي التسكته من على البلاص. سكتي؟ يلا. ايوه يا ده هات التسكتة يا بنت. هات يا سليب يا اختي عليكوا على جمال. قمص قمص. ايوه مظبوطة في النص. ها ايوه جاي اهو. مين؟ انا علوان يا سليمبي. عايز ايه؟ ايه ده؟ هو انت بتاكل ولا ايه؟ قوم يا بنت جوه. قوم يلا جوه يلا. يلا انت جوه. كلام الفاضي ده. عايز ايه يا عم علوان؟ مش انا اللي عايز، جناب العمده هو اللي عايز. ولما العمده هو اللي عايز، هو ما جاش ليه؟ ما وعدتني عشان اجيبك تروح له. يا سلام، وانت صفت صفت مهاليك ايه بقى؟ انت بتستهزئ بيا يا استاذ ليمبي. اعمل ايه؟ انت عارف جناب العمده اللي انت شايفه طايح في البلد شمال ويمين وعامل زي ذكر البطن كده، ما يقدرش يتحرك غير باشاره من صباعي دي. قول لي ليه؟ ليه؟ بقول لك قول لي ليه؟ ما بقول ليه انت رامي ودنك تحت رجلك؟ انا بقول لك ليه؟ اهو اهو ليه؟ ليه؟ عشان اهلي دراعه اليمين. ليه هو اقطع ولا ايه؟ ملوش دراع؟ انت بتستهزئ بيا يا سليم بي؟ لا ما بستهزئش ولا حاجه. لا انت بتستهزئ بيا يا سليم بي؟ يا ده احنا اخوات بلاش الكلام ده عيب. طب خلاص على العموم العمده عايزك تروح له في الدار في التو والحلو اللحظي. طب خلاص خد البيضه دي. امسك البيضه دي. اهدي دي رشوه انا كده وش صريح يعني.
طب يا سليمبي خد البيضة وقول له ان انا جاي في ديلك. ما تتأخرش والنبي يا سليمبي. لا والله تعبص في ديلك هتلاقيني على طول. ما تجيبنيش التحسين يا سليمبي. عيني يا راجل ده انت مهزر لوحدك هجيبلك تحسين تاني. يلا روح انت انا جاي في ديلك. خلاص يا سليمبي اكيد فوتك بعافية. مع ألف سخرارة. مع السلامة. عليك أعوذ بالله شكلك عامل زي الرجل الفاس. جرف توحة اخرج يا سليمبي. تعالى يا بيت تعالى. كان عايزك في ايه العبد دي على الصبح؟ انت بتسلط عليا يا بت ولا ايه؟ بش رجلي. بش رجلك؟ ايوه بتاخذني. ايوه لا مش ده كان عايزني كده وانا بعدين بروح في وقت تاني مش مهم يتحرق يولع. ليه؟ بشتة يا سليبي كنت عايز تتجوزني عشان تدخل وتخرج في دوار العبد براحتك؟ تصدق يا بت انا نسيت الموضوع ده خالص. ايه؟ والله ده انا نسيت موضوع الكنز ده. العسل وال والشهد المكرر ده نساني كل حاجة. يا سليب احنا في الصباحية. ايوه يا بنتي شفت امبارح كانت عاملة ازاي الليلة؟ شفت شفت النطة اللي نطتها من السقف من البوز للبوز شفتي؟ عشان اوريك انا مرجعها اوريك النمرة تانية. طب يلا روح له بسرعة. هو تأكيد بقى بعت لنا عشان انا بقيت الراجل بتاعك؟ ها؟ فبقت لي استأذنا عشان خاطر مراتي تشتغل خدامة عندي. أمال إيه؟ نفهم في الأصول. بلك أنت العبد دي بين أهل الكرب، ده بيعرف ربني وهو اللي بربيني بين ولا حتة لحب حبر. على الطلاق ما فهمت ولا كلمة. واحدة واحدة بقى عشان أفهم أم الكلام ده وأعرف إن أم الحرف ده بيخرج بيخبط في أنا حتة. يلا قولي. بقول لك هو اللي بربيني بين ولا حتة لحب حبر. هي لحمة الحبرة انا عارفها يا فيه في المريخين عندك جوه هي اللي قافله كل الحروب دي. يا سليبي بتكلم بلو كلابي. لا بلوش كلابك بلوش حاجه خالص. انا هروح له بقى. ها يلا روح. وانت جهزي نفسك هدعيلك اعملي اكاوي وكوارع حطيني نازل من لمه. ده انت هتفضح الطاقه يا سليبي. يلا قوم روح ليه؟ يلا روح للعبد. ايوه روح ده عيالك يا سليبي. ايوه ويخليك لنا يا حضرة العبد ويوفقك يا سليبي وتلاقي الكنز ونهجي من هنا ونشتري دار كبير ونشتري بقرة وجابوسي وبواشي وجبل. ربنا يوفقك يا رب يا سليبي وترجع لي بالسلامة يا رب. ده عيالك بالحب بالحب اللي جوه قلبي يا سليبي. يا رب يا سليب. يلا بقى يا سليب. يلا بقى يلا بقى يلا بقى وجاي بقى وهو بيطير من عندي. يا قطاطة بتنامي ليه بقى فجأة؟ قطاطة قطاطة بقى اصحي كملي. قطاطة أنا كنت متأكد إنك هنا. إزاي تخرجي وأنت في الحالة دي؟ ايه ده يا انكل هي كويسه ايه الحمد لله. انا كويسه قوي النبي يا دكتور. في ايه ده حصل مالك؟ اسماعيل انت ايه اللي جابك هنا يا دكتور؟ انا جاي امنع كارثه كانت هتحصل. عباس انا بحملك مسؤوليه حياه قطاطه وصحتها. لو جرالها اي حاجه انت اللي هتكون مسؤول قدام ربنا اولا وقدام القانون ثانيا. ايوه لازم تتعاقب بالقانون كاي انسان عادي. جزره أنا كويسة يا حبيبي. شفتي؟ ما تضربش نفسك يا حبيبي أنا كويسة. هو في إيه؟ هو أنتوا اتجوزتوا ولا إيه؟ اتجوزنا إيه ونيلنا إيه؟ الجدعان هيقطعوا بعض عليا. والنبي أنا كويسة يا جزرة. إزاي أنت كويسة؟ إيش عرفك إنك كويسة؟ أنا الدكتور هنا أعرف إذا كنت كويسة ولا لأ؟ خليني اكشف على قلبك. خد يا حبيبي اهو. ايه ده؟ ايه حالة الانحراف اللي انت فيه ده؟ احبك انا احبك. شايف؟ من هتخرف. ايوه انا عارف هتخرف ليه؟ خرجت بدري من المستشفى. يا راجل واضح انها وقعت في غرامه. غرامه؟ غرامه ده مين يا عمر؟ وده مين ده؟ سي جزر ده كمان عشان خاطر اقع في غرامه. ده انا مش شبه جزر بقى. ولا ده انا ياما قعدت. كانت واقفة كده وعايزة تاخد مني بس يا دوب قطة وأنا قلت لك من حاجة. طب يلا أخت السجن مستنيك. روح بره يلا. تعالى بموتة أهو أحب أكلمك هنا تاني.
قططه عايز اعد بروحه. عيب يا قططه عيب. اه يا حبيبتي، على العموم انا رتبت اموري وزي ما اتفقنا ياسمين بنتي هتسافر معانا. لا انا عارف ومتاكد انك هتعوضيها عن عطف امها وحنانها ومع الاسيا الجاحده دي. ماشي يا حبيبتي، ماشي، مع السلامه. اليوم يومك يا ابو ياسر، عايزك تطبخيها. ده انت النهارده كده هتتفرتكي، النهارده كده هتتقطعي وجهتك هتبقى على اليوتيوب. ابو ياسر اهي، بين خد ياسر وابو ياسر. ايوه عزيزي، ايمان ابو ياسر، ابو ياسر، ابو ياسر. لا تخش تطبخيها يا ماسكا. مالي يا سيفا الوحفة؟ سيفا حطت الاسم الوسط من قلبي بقى يا مات بقى. النسوان اللي تابع يجوا يحبوا على ايد ستينا وتجراسنا. يلا يا مارا، يلا يا وليه منك ليها. راح فين يا بنت؟ اوعى ايدك يا ست قطاطة، سيبيني. بنتك صباح المنوحس، لقيت نفسك تيوت، لقيت نفسك تيوت يا سيدي حبيبتي. هذا سعيد طيب؟ سعيد بكل زيادة؟ مظبوط؟ ما تهمي يا ولاي. ايوه انا غيره. ايوه ودي بوسي ايديها يا قطاطة، بوسي ايدي المعلمة.